الحمد لله، الحمد لله الملك الجليل العظيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الأولين والآخرين ليوم فصل القضاء بينهم، وبيده الحكم وهو الحكيم العليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، أكرم خلقه عليه عبده وحبيبه وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك الجامع لمكارم الأخلاق، الهادي إلى سواء الصراط على المحجَّة البيضاء على خير وفاق، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسانٍ على ممرِّ الأزمان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفعت لهم القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. ومن اتقى الله عاش قوياً وسار في بلاد الله آمناً، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها المؤمنون بالإله الحق الحي القيوم الذي إليه المرجع والمآب، الحاضرون في الجمعة استجابة للنداء والخطاب واقتفاء لرسول الله سيد الأحباب، أحضروا قلوبكم، فإن الرحمن إنما ينظر إليها في جمعتكم هذه ومجمعكم هذا. وتأملوا أن الله تبارك وتعالى ميز هذا الإنسان وكرمه بخصائص تتعلق بصفاته وأعماله. أما من حيث التكوين الجسداني فهو من حيث أنه مجرد عظم أو لحم فكالجمادات، ومن حيث أنه ينمو فكالنباتات، ومن حيث أنه يتغذى وينسل فكالحيوانات، فلا ميزة له بجسم ولا بتغذية جسم ولا بنمو جسم ولا بنسل. فما الميزة للإنسان؟ ما الفضل للإنسان؟ ما الكرامة عند الإنسان؟ بماذا هو آدمي إنسان ينال شرف الآدمية وكرامتها؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بأي تفضيل يكون فضل هذا الإنسان؟ أي إنسان يعيش من أجل مجرد نماء الجسم أو النسل والتغذية؟ فهو فاقد شرف الإنسان وكرامته حتى يدرك أن المهمة التي بها يتشرف صفات يتخلق بها وأعمال يستقيم عليها تصدر منه. إن حسنت وفضلت وطابت فهو الإنسان الذي أدرك الكرامة وخصص بالمزية ونال العطية وتهيأ للجنان العلية
والفوز والسعادة الأبدية. أيها المؤمن بالله، أشار الرحمن إلى معاني ميزة الإنسان في الصفات والأعمال بما كرر كثيراً في كتابه العزيز من ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن آمن وعمل صالحاً، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فرأس الصفات التي بها النجاة والفوز الإيمان، وما يحسن ولا يطيب ولا يرتفع به الإنسان من العمل إلا ما كان صالحا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المؤمنون بالله، أنت حاضر الجمعة الآن، قيم أوصافك، انظر إلى صفاتك، بأي وصف تتصف؟ فإن من الأوصاف ما يرفع الإنسان وما يشرفه لدى الرحمن وما يتحقق له به الإيمان، ومن الأوصاف ما يغضب الجبار ويوصل إلى النار ويسفل به الإنسان وينخفض. إن أمامك الأوصاف المتعارضة والأوصاف المتقابلة، أمامك وصف الصدق ووصف الكذب، أمامك وصف الأمانة ووصف الخيانة. مع أي الوصفين أنت؟ من أي أهل أي صفات أنت؟ أقمت بالأمانة في حق عينيك وسمعك ولسانك وقلبك وفرجك ويديك ورجليك؟ أقمت بالأمانة في حق أهلك وولدك؟ أقمت بالأمانة في حق قرابتك ورحمك؟ أقمت بالأمانة في حق أصدقائك وأصحابك؟ أقمت بالأمانة في حق من تعامل من صغير وكبير؟ أم عندك وصف من الوصف الخبيث الذي يسفل صاحبه؟ أمامك الصبر والجزع والتبرم، من في أي الوصفين أنت؟ أمامك التواضع والكبر، وصفان اثنان، من أهل أي الوصفين أنت؟ أما تدري أن من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أو مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله تعالى. أيها المؤمن، إنما اعتبارك بأوصافك وأعمالك، إنما اعتبارك بخلالك وأخلاقك. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً، وأخبرنا أنه بعث من أجل هذه الأخلاق والأوصاف، لترسخ فينا، لتقوى فينا، لتثبت فينا، لنرضي بارينا من خلال صفات ترسخ في ذواتنا. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، وروى الإمام مالك عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وروى الإمام أحمد وابن سعد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وروى الإمام البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهل ترى كيف يصف بعثته؟ بعثة عظمى تميزت عن بعثات جميع الأنبياء، بعثة خاتمة للنبوة، بعثة موجهة لكل مكلف من الإنس والجن عربا وعجما إلى أن تقوم الساعة. نبأ عظيم
بعثة كبرى، بعثة لآخر الزمان، بعثة بعثت أنا والساعة كهاتين، آخر البعثات الربانية الرحمانية على ظهر الأرض، البعثة للخاتم الذي يحشر على قدمه الناس، لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن هذه البعثة: إنما جاءت ليتمم حسن الأخلاق وصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. فانظر إلى مهمتك في الحياة واعتنائك بمصالح أخلاقك ومكارم أخلاقك وشمائلك، فإن كنت مهتماً بها قد أجبت سؤال البعثة، وعلمت ما قال صاحب البعثة، واستجبت للمبعوث بالحق والهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران، لا فكرة في زيادة الإيمان ولا في صلاح الأعمال، منقطع عن البعثة، منقطع عن الرسالة، منقطع عن مهمته في الوجود. ومن يمضي عمره كذلك فما هو إلا حيوان من الحيوانات، ونبات من النباتات، وجماد من الجمادات، وهي خير منه إذ لا حساب عليها ولا نار تدخلها. وهو الذي يتعرض للنار بعد أن آتاه الله العقل والإدراك والسمع والبصر، وأنزل إليه الكتاب، وبعث إليه خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تسمع وصف الله لطوائف من الكفار، فيهم أصحاب مصانع، فيهم أصحاب شركات، فيهم أصحاب حضارة كما يسمونها. قال عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم وليست مثوى للأنعام، فالأنعام خير منهم. قال عنهم جل جلاله: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لا يغنيهم أنهم كانوا أرباب ثروات وفيهم أرباب الثروات وفيهم الفقراء، لا يغنيهم أنهم كانوا أرباب صحة أجسام وفيهم صحيح الأجسام وفيهم أهل الأمراض الكثيرة الكبيرة الخطيرة، ولكنهم ذرئوا وخلقوا حطبا لجهنم. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفلوا عن خلقه وما عرفوا عظمة خالقه، غفلوا عما أنزل عليه، يهتم بما تملي عليه نفسه، بما يكلمه فيه صديقه وصاحبه، فيما ينشره البرنامج الفلاني، فيما يبث من ألعاب، وخاصة إذا جاء ما يسمونه بكأس العالم وغير ذلك مهتم. لكن خطاب الله غافل عنه، خطاب الرسول غافل عنه، ما يفكر فيه، ما يهتم به، ما يقبل عليه. أولئك هم الغافلون، غفلوا عن العظائم وسيبوا أنفسهم للسفاسف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، كما جاء في الحديث الصحيح: أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، إن مكارم الأخلاق أعمال الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم، أعمال الجنة، العمل الموصل إلى الجنة. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، فهم بأعمال أهل الجنة يعملون. إن مكارم الأخلاق أعمال أهل الجنة، ألا فاحرص أن لا تمر بك جمعة إلا وأنت تزداد من الإيمان، وإلا فما قيمة العمر، ما قيمة العمر، ما قيمة العمر؟ لتأكل، لتنام، لتعاشر أهلك، لتجلس مع أصدقائك، هذا قيمة العمر؟ هذا غنيمة العمر؟ هذا فائدة العمر؟ أو لهذا مكسب من هذا العمر؟ يا هذا لا تكن من الغافلين. غنيمة العمر أن يزداد إيمانك، غنيمة العمر أن تحسن أخلاقك وصفاتك،
غنيمة العمر أن تقرب من ربك، غنيمة العمر أن تعرف إلهك، غنيمة العمر أن تحبه ويحبك، غنيمة العمر أن يرضى عنك، أن يرضى عنك هذا الإله. هذا أعلى ما يكسبه ابن آدم في عمره، ما يحصله في حياته، هو الذي يدخر له ويبقى له ويمشي معه ولا يفارقه. أقاموا عمارات ففارقوها وفارقتهم، أقاموا مصانع ففارقوها وفارقتهم، أقاموا شركات فارقوها وفارقتهم، أقاموا وزارات فارقوها وفارقتهم، أقاموا رئاسات فارقوها وفارقتهم. ما كسبوا الذي لا يفارقهم من العز والشرف؟ لو كسبوا قربه، لو كسبوا حبه، لو كسبوا قوة الإيمان به لم يفارقهم، ودام معهم عزا، ودام معهم شرفا، وكان لهم نعيما مؤبدا ولذائذ خالدة ومنن متوالية ورضوان من الله أكبر. ما الذي تكسبه في الحياة أغلى؟ شهادة، وظيفة، وزارة، رئاسة، مصانع، ثروة؟ إن ظننت شيئا من ذلك فقد غالطت نفسك مغالطة وخادعتها مخادعة. أعلى ما تكسبه في الحياة إيمان بالله، إيمان بالله يقوى حتى يصير يقينا، وخلق حسن. إن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، أثقل ما يوضع في الميزان. حين لا يبقى قيمة للدولار ولا للجنيه ولا للريالات ولا لأنواع العملات، أغلى العملات في العملات الباقية النافقة الحسنات فقط، وأغلاها وأثقلها الخلق الحسن. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة خلق حسن. احمل نفسك، احمل نفسك على أخلاق نبيك فهو القدوة لك، أو تستبدل بالقدوة هذا لاعبا، مصارعا، ممثلا، وزوجتك عندها قدوة بدل محمد وأمهات المؤمنين وفاطمة بنت محمد بدلهم، ممثلة، ممثلة هي قدوة زوجتك، ممثلة هي قدوة، وأنت عون لها. هذه الممثلة التي تطلبين قصتها قصي شعرك كما تقص، وأنت عون لها، وتطلبين مثل ثيابها المتفسخة الساقطة بفلوسي اشتريها، وإن أردت اشتريها لك بنفسي، وإن أردت أن أقول أنك متطورة واخرجي إلى السوق مع الأجانب وحدك. يا هذا يا سقطت، يا هذا سفلت، يا هذا هويت، يا هذا إلى أين تمشي؟ أتستبدل العلو بالسفل؟ أتستبدل الخير بالشر؟ أتستبدل الصلاح بالفساد؟ أبعد قدوة محمد والمقربين قدوة بالفساق والملعونين والخبثاء الذين لم ينظر رب العرش إليهم منذ خلقهم؟ تحولوا قدوة لك. من غرك؟ من خدعك؟ من كذب عليك؟ من أخذ قلبك؟ إنهم لم يخلقوا قلبك ولا قالبك، إنهم لم يرزقوك، إنك لن تصير إليهم ولن تعود إليهم. الله الذي خلقك ومرجعك إليه وهو الذي رزقك نصب القدوة لك محمدا، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال لك قل، أمره أن يقول لي ولك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا تستبدل بهذه القدوة والأسوة ساقطا ولا هابطا. نعم القدوة محمد لك ولزوجتك ولبنتك ولابنك، في زيك، في قولك، في أكلك، في شربك، في معاملتك، في أخذك، في عطاك. نعم القدوة محمد والله، نعم القدوة حبيب الله،
نعم القدوة رسول الرحمن المصطفى لتقتدي به في كل شان صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد ضرب المثل الأعلى ساداتنا الأول من الصحابة الرعيل الأول عليهم رضوان الله، فوصل الحال إلى قوة التعظيم والمحبة والتبعية إلى أمور طبيعية لا تتعلق بها واجبات، ولكنه حب بلغ أعماق القلوب ففاض حتى غير الطبيعة. كيف ذلك؟ حتى مشتهيات الطعام يحبون ما يشتهيه صلى الله عليه وسلم، يكرهون ما يكرهه ولو كان في دائرة المباحات. ويقول أنس بن مالك أكلت معه فرأيته يتدبع بإصبعه الدب حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدب من يومئذ، فلم أزل أحب حتى مأكولاتهم المباحة أحب الاقتداء فيها. ما هذا المحبة؟ ما هذا الانطواء؟ ما هذا التفاني؟ ما هذا الانتماء العظيم العميق؟ عرفوا من هو هذا، وعرفوا قدره من قدره عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تقرأ من كلام الشيخ أبي بكر بن سالم فصولا من كتبه إلا ويسند الأمر ويرجعه والفضل والشرف والتبع في تبعية محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الخالق. كذلك مضى الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. اللهم املأ قلوبنا بمحبته، احشرنا في زمرته، تولنا به في جميع الشؤون، وادفع عنا الآفات والفتون، يا أرحم الراحمين، يا من يقول للشيء كن فيكون. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله مميز أهل الخير بالإيمان وشريف الصفات وصالح الأعمال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكبرياء والجلال، يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل جلاله وتعالى في علاه في إعطائه الجزاء على كل صغير وكبير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. إذا اعتقب مع بعض أصحابه على الجمل في طريقهم في الغزو فجاءت نوبته، قيل له اركب محلك يا رسول الله ونحن نكفيك المشي، فيقول لستما بأقوى على المشي مني ولست بأغنى عن الأجر منكما. اللهم صل وسلم على صحاوي الفضائل حميد الشمائل من جمعت فيه محاسن الأخلاق، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن من تقوى الله أن تحسن التفكير في مقامك هذا في زيادة إيمانك وفي شؤون أخلاقك وصفاتك ومعاملاتك في شؤون أعمالك وما يصدر منك، فارفض ما لا يرضاه الله، فإنك عبد الله الراجع إلى الله تعالى في علاه. أيها المؤمنون، لا قيمة لإنسان بجسم، لا قيمة لإنسان بمجرد مال، ولكن صاحب الإيمان الذي سلط على إهلاك ماله في الحق هو المعتبر الذي يرتفع قدره ويغبط، كما يغبط الذي علم القرآن والحكمة فهو يعلمها عباد الله آناء الليل وأطراف النهار، في قول المصطفى المختار: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية آتاه الله علما، في رواية آتاه الله القرآن والحكمة فهو يقضي بها، وفي رواية فهو يعلمها آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فسلطه على هلكته في الحق وطرق به أبواب فضل الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون بالله، كل قدرة، كل قوة، كل صحة، وكل ثروة إن أنفقت على ما يرضاه الله في سبيل الله فأنعم بها وهي خير لصاحبها، وإلا فما نفعت ولا رفعت مهما كانت ولا وقت من عذاب الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا، يقول الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، وفي الصفات يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديثه: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان، أن تنصف من نفسك، وأن تقرئ السلام على العالم أو تفشي السلام في العالم، وأن تنفق في الإقدار. ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وإفشاء السلام في العالم، والإنفاق عند الإقدار. ومن كان ينفق عند الإقدار أي قلة فهو عند الكثرة أنفق، وهو عند الكثرة أكثر إنفاقا. علائم جعلها يستكمل بها الإيمان: تحمل الرحمة، تحمل التواضع، تحمل إيقاف النفس على الحقوق والإنصاف منها لمن له الحق عليها،
أن تنصف من نفسك، الإنصاف من نفسك وإفشاء السلام في العالم دليل التواضع، وأن لا تضر أحد، وأن تبدأهم بالسلام وتعطي رحمة وشفقة وتكافلا ومودة للمؤمنين حتى وقت الإقتار، فكيف أنت وقت السعة؟ أيها المؤمن بالله، استفد من كلام نبيك وانصرف من الجمعة بجمع فوائد وصدق مقاصد وإقبال على الكريم الواحد. اللهم ارزقنا الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وارحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة، ومن عرفنا فيهم مكارم الأخلاق فاقبل اللهم منهم ما خلقتهم به من المكارم، وزدهم من الهبات العظائم ما أنت أهله يا أكرم راحم، وارحم موتانا وأحيانا برحمتك الوسيعة، وارفعنا مراتب قربك الرفيعة، واجعلنا في كل أسبوع بل في كل يوم بل في كل ساعة نزداد إيمانا وحسن خلق وصالح عمل يا حي يا قيوم. وأكثر الصلاة والسلام على السيد المعصوم، فإن المصلي عليه مرحوم من قبل الله الحي القيوم، وهو القائل من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والقائل إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولقد أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وأيها بالمؤمنين، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار نور الأنوار سيدنا محمد، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازر رسول الله في حال السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عم وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتين بك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهرة، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى حمزة والعباس، وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر صحب الكريم الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المؤمنين، أيقظ قلوب المؤمنين من كل غفلة وسهو ونوم، وارزقهم الاستعداد للقائك في يوم الهول العظيم، وارزقهم زيادة الإيمان والعمل الصالح في كل أيامهم ولياليهم، يا من جعلت الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ارزقنا التذكر والشكور وزدنا أجورا، وهبنا من لدنك أجرا جزيلا كبيرا. اللهم اصرفنا من الجمعة بزيادة إيمان في قلوبنا وصدق في الإقبال عليك بقلوبنا والصرف في الجوارح فيما يرضيك عنا. اللهم ارزقنا عزيمة الصدق، وارزقنا كريم الخلق، وألحقنا بأهل السبق، وأعذنا من موجبات المحق في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل وجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة، وأعلي درجات المتقدمين في هذا المسجد وهذه البلدة من أرباب الهدى والنور والعلم وأهل لا إله إلا الله، وارحم والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا، واغفر لنا ولهم بمغفرتك الواسعة يا خير الغافرين.
واختم لنا أجمعين بأكمل حسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث وانهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.